هنا؟ مساء الخير يا اندريه. هلو. اهلا وسهلا فيك. يا هاي دوينج. هاي. انت بالنقاش اه؟ انت قالوا لك انك بالنقاش؟ بفتكر صعب شوي تتخبى. اندريه صاير. شو رأي خيك بالموضوع؟ ليك انا ما عندي خي، وهيدا السيجمنت اللي عملته هلا عم جرب عبي فراغ بعائلتي. نعم. يا ريت فينا نشوفه قريبا، لانه كثير بحس انه رجعت عائلتي لإلي لما اشتغل. شو رايه خيك؟ تفضل. لا بونجور. بدي اسالك سؤال، شو رايك بالصلحه الجديده بين عون وجعجع؟ شوي مسخره، ما كثير صدقت. انا حسيت انه في مصالح مصالح انكمن يعني. طب وخيك شو رايه؟ ما في كله مصالح مصالح. انا بتابع سياسي عكسه بالعائله، يعني انا الوحيد تابع سياسي، كلنا ذات الشيء. وي هاف ذا سيم اوبينيون. شو هيدا؟ ضحكوا علينا فتره وتخانقوا وتقبروا ببعضهم وهلا حبوا يتصالحوا. طب واختي شو رايها بالموضوع؟ اختي؟ فترة وبتقطع يعني، بيرجعوا بيتخانقوا، كل مرة بيعملوا فينا ذات الشيء، ستريس بالبيت، وامي عونية وبيي بنزعجع ومشاكل بالبيت، ما بنعرف نخبركم. مرحبا، شو رأيك بالصداقة الجديدة بين عون وجعجع؟ هلا كل مرة بيقولوا شيء على التلفزيون مش ضروري يعني يتصادقوا، حكي فاضي على الشعب اللبناني. طب وخيك شو رأيه؟ التلفزيون ما فيك تسألك فيه، بيحكوا على كله ذات الشيء يعني، بالنهاية صداقة ما في. هاي، سؤال صغير، شو رأيك بموضوع السلحة الجديدة بين عون وجعجع؟ كان المفروض يصير هيدا من زمان يعني، هي في بلد بالدقه يعني ما لنا لعبه بالشغله يعني. طب وخيك شو رايه؟ اتس جود ثينج يعني، معه حق يعني، حلنا بقى قلنا مده مش 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 عم يتفقوا مع بعضهم ولا شيء. اختيك شو رايها؟ يعني احترام للشهداء ما في، مي ما في، ما في دوله، وين الاحترام بقى للشعب؟ بونجور، سؤال صغير، شو رايك بالمصالحه الجديده بين عون وجعجع؟ Voilà, écoutez, j'y comprends pas grand chose. À mon avis, c'est encore des menteurs. Je pense pas qu'il y a grand chose qui va changer. Bande de menteurs, hein, ils racontent tous les mêmes conneries, on a rien à foutre. Le peu, c'est le dernier truc, c'est ça qui compte. Hein. شو رأيك بالمصالحة الجديدة بين عون وجعجع؟ سافروا عن جد شي بقرب. بعدين اعطيك شو رأيك بالموضوع؟ حقهم فرنجين، نوروا فلتانين بيناتنا، ماشي يعني. شو رأيك بالصداقة الجديدة بين عون وجعجع؟ هيدي لازم تصير من زمان، أحلى صداقة هيدي. أنا إلي بيت بدي أقول لهم بيت عتابة، يعني أنا بغني. القوات والعونية رجعوا سوا ومثلهم ما خلق بهالدنيا ربي. أنا وخيك شو رأيه عم؟ خيي يا حوالي وجعجع سوا. ربها خيي بيقول يعني احسن مني بي، بس هلا معقده معه شوي يعني، بحب هاي بحب يمزح، بس نحن هودي تنايت بنحبهم. بس ادري ساري، خليك 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 ادري ساري خزن. حبيت اللي شفناه؟ معقد حبيت؟ حسيت حبيت اللي شفناه؟ كثير كثير، وبدي اقول انه بالحقيقه لا جد حبيت كثير، مبسوط من اللي شفناه هلا. وشو رايك حيلك بالموضوع؟ انه بالحقيقه مش اول مره بيفاجئنا بهيك شيء، وكثير مبسوط بهالشغله. برافو ادري سايم، لعبتوا لاحظت لاحظت. ادري ادري بدي اعيد نرجع تجي لعندي، بس خبرنا كيف بتصير هيدا الشيء؟ شوي جيمس بوند وميشن امبوسيبل يعني. اول شيء بنشوف شخص على الطريق، نعم، من وي سبوت هيم عم بعيد، نعم، ومعنا فان مليان تياب، مليان سان جلاسز، مليان اشاربات، كل شيء فيكم تصوروه، حلق اكسترا، ومعنا دقيقتين بنودر عليه، معنا دقيقتين نلبس مثله. سو بنفوت بقصه الجينز اللي ما بفوت، مره فكيت رقبتي انا عم فوت الجينز، عم فوت القميص، علقت هيك. سو هيدا بيروح علينا هيدا البرانك. معنا دقيقتين نلبس مثله ويوقفوا، ويلي بيسألوا السؤال يضيع له وقت شوي اذا تاخرنا تنلبس. تكنا لبسنا مثله وصرنا وراه. البرانك معي راح يعني، ما زبط؟ انت البرانك ناطرك تحت بيتك. شو سؤال شو سؤال الاسبوع الجاي؟ شو سؤال الاسبوع الجاي؟ سؤال الاسبوع الجاي رح يكون بركي عن الزباله، بركي عن الزبالين، بدنا نشوف. بعد ما قررنا بعد ما قررنا. زلفه كثير كبيره لأمري سايق، شكرا لأمري.
شكرا. ثانك يو سو ماتش مان. برافو اندري، برافو اندري. هلا هو منا وجر، وهلا كل الاشخاص اللي موجودين بقلب البرنامج.